بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما أحداث غيرت مجرى التاريخ، ومع الحدث في الدرس العشرين تحدثنا في اللقاء الماضي عن مؤتمر بازل الذي تمخض عنه إقامة دولة إسرائيل في فلسطين، وسايكس بيجو الذي تم من خلاله تقسيم تركة الرجل المريض وإقامة خريطة جديدة مجزأة للدول العربية وخاصة للشام والعراق والجزيرة وكل هذه المناطق، ثم 1917 وعد بلفور. بعد ذلك عملت هذه الدول كلها، أي بريطانيا خاصة، بريطانيا وفرنسا، على إسقاط الخلافة الإسلامية، لأن لا يمكن أبدا إقامة دولة فلسطين رغم هذا الوعد. ليس فقط تقع فلسطين تحت الانتداب، ولكن لا بد من إسقاط هذه المظلة الإسلامية التي كانت تجمع الأمة في الشرق والمغرب. سبحان الله، كان الإنسان يخرج من بلاده في الغرب إلى أفغانستان في الشرق ليس له جنسية، إنه مسلم، جنسيته مسلم، ليست هنالك حدود. العالم الإسلامي كله كان أمة واحدة. يا حتى في حالة ضعف الخلافة العثمانية لم يجرؤ أعداء الله تعالى على أن ينالوا من الأمة شيئا ولا أن يأخذوا منها شبرا، فكان لابد من إطاحة بالخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية ضعفت وبدأت تنهزم في كل منطقة تواجه الصليبيين، انهزمت في كل المناطق تقريبا، لكن ظهر رجل اسمه مصطفى كمال أتاتورك، كان في العسكرية وكان مندسا وينتمي ليهود الدونما، وتأسست منظمات علمانية في هذا الوقت في تركيا، تركيا الفتاة، وجمعية الاتحاد والترقي أسسها اليهود الذين تسللوا إلى الأستانة، وكان من بين مصطفى كمال أتاتورك، وكان يقود جيوش العثمانيين، وكلما التقى بالأوروبيين فر وترك تلك الأرض. أي كل موقعة كان على رأسها مصطفى كمال يواجه الأوروبيين إلا فر، وذلك أوروبا فرحت بهذا الرجل كثيرا والتقت معه ونسقت بينه وبينه. ولذلك أراد هذا الإعلام أن يصور مصطفى كمال أتاتورك رجلا عظيما، فبدأت تنهزم أمامه بدون رصاص، وهذا الإعلام يضخم مصطفى كمال أتاتورك، حتى بدأ الشعراء يتكلمون على مصطفى كمال. أحمد شوقي يتكلم عن خالد التركي، جدد خالد العربي. وسقط العرب في هذه المشكلة، فبدأت الأتراك يؤمنون بقوة الرجل، في حين بدأ الخليفة عبد الحميد الثاني ضعيفا معزولا لا قرار له. فاجتمعت انجلترا مع مصطفى كمال أتاتورك وقالت له: سنعطيكم استقلال تركيا عن العالم العربي، ولكن بشروط ثلاثة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشرط الأول، حتى تستقل عليك أن تلغي الخلافة في قرار رسمي، قرار إلغاء الخلافة الإسلامية. الله الله. ثاني، قطع كل صلة بالإسلام لتركيا، أي يجب أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام مرة واحدة. وثالثا، إخراج أنصار الخلافة والإسلام من تركيا نهائيا ونفيهم أو قتلهم. والرابعة، اتخاذ دستور جديد يلغي الإسلام من بل يجعل الإسلام جريمة، فجرمة، بحيث أن الذي تحدث في تركيا الكمالية عن الإسلام يعدم، هذا كده في الدستور يعدم. فوافق على النقط الأربعة، ثم جاء إلى تركيا واستقبلوه استقبال الفاتحين على أنه سيحرر تركيا. فيعلن، يأتي تيودور هيرتزل إلى الخليفة عبد الحميد الثاني ويطلب منه إقامة دولة فلسطين، في إقامة دولة اليهود في فلسطين، فعرض عليه مالا كثيرا. والخلافة العثمانية آنذاك في هذا الوقت كانت عليها ديون كثيرة، فقال له تيودور هيرتزل: لو أنك مكنتنا من أرض في فلسطين كأرض ووطن قومي لليهود،
سنؤدي عنك كل الديون وجاء بأموال وذهب كثير. فانتفض عبد الحميد الثاني انتفاضة رجل شهم لن ينسى التاريخ له ذلك. فقال لا، طرد الوزير اللي جمعه أقال، وطرد تيودور هيرزل وقال إنها وقف على المسلمين، أتستطيع أن تأتيني بتوقيع من كل مسلم العالم كلهم يتنازلون عن أرض هي أرضهم؟ فطردهم. فلما أحسوا بأن قضية فلسطين لا يمكن أن تقام بوجود الخلافة جاء أتاتورك وأعلن إلغاء الخلافة في 1924. تذكروا هذا التاريخ 1924، ألغيت الخلافة. وجاء إلى عبد الحميد الثاني مع ابنته الصغيرة ونفي إلى نيس بفرنسا وظل هناك. فسقطت الخلافة العثمانية، ومنذ ذلك الحين وأمة الإسلام كالأيتام على مأدبة اللئام. منذ ذلك الحين والإسلام يحارم، وابتدعت ما يسمى لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، حتى لا يعود للإسلام أبدا الحكم من جديد. فحرمت الأمة من الغطاء السياسي للأمة الجامع لها في كل أقاصي الدنيا. مات الخليفة، فطلبت البنت وقد تزوجت في الهند بأحد المسلمين، طلبت من الحكومات التركية أن يدفن أبوها في تركيا، فرافض، وظل أبوها تتمنى اليوم الذي يدفن في تركيا. فرفضت الحكومات كلها، لكن قبلت السعودية بعد ذلك، فدفن في المدينة المنورة الخليفة عبد الحميد الثاني. وفرحت لذلك ابنته كثيرا وظلت وفية لبلادها. بعد ذلك بأربع سنين 1928 المسلمون فزعوا فزعا عظيما لما سقطت الخلافة. كيف نصنع؟ ففي مدينة الإسماعيلية اجتمع ستة من الرجال على رأسهم حسن البنا، فأنشأ أكبر جماعة وحركة إسلامية في العالم. فنشأت على إثر سقوط الخلافة الإسلامية حركة الإخوان المسلمين التي تدافع عن فلسطين لحد الآن، أكبر حركة إسلامية. يقول فيها حسن البنا في التعريف بحركته لما دخل دخل كثير إلى مفهوم الدين عند الفقهاء الجامدين على خلافات الفرعية، فقال رحمه الله: الإخوان المسلمين هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية وثقافية وفكرة اقتصادية، يعني وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. فخرج على الأمة بالفهم الجديد للإسلام أن الدين شامل لكل مجالات حياة الناس، وكان يجمع الأمة على هذا الفهم الجديد في الإسلام. فقام بعملية تجديد عظيمة لا زالت دوالبها تعمل لحد الآن، ولا زالت هي التي تقف الآن شامخة رغم ما أصابها منذ سنة 1928 إلى الآن من قتل لقادتها ومن سجن لجميع من ينتسب إليها. ولا زالت أموالها لحد الآن تصادر، ولا زالت لحد الآن كتبها تحرق تحرق كما فعل السيسي ويفعل هؤلاء. إذن حدثان عظيمان وقعا غيرا مجرى التاريخ، وهو الذي سيحسم المعركة في المستقبل. سقوط خلافة 1924 ثم دعوة الإخوة المسلمين. فماذا فعل مصطفى كمال أتاتورك بعد أن تولى الخلافة؟ اسمعوا، لا إله إلا قام أتاتورك بإعلان عن إلغاء الخلافة، ثم ألغى الوظائف الدينية، القاضي الشرعي، العادل، المحاكم الشرعية كلها ألغى، جرد النساء من حجابهن في الشوارع،
قتل الأئمة في وسط المدن، غير الآذان من اللغة العربية إلى اللغة التركية، كتابة التركية بالحروف اللاتينية بدل اللغة العربية، فعل الأعاجيب. وهناك استفاق أحمد شوقي الذي سماه بخالد الترك، فإذا به يكتب قصيدة أخرى يبين فيها كيف أن العرب خدعوا خدعة عظيمة من قبل بريطانيا. أما الشريف حسين فلم يأخذ إلا الأردن، قسم الشام كله، في لبنان دته فرنسا، وفي سوريا دتها فرنسا، فلسطين دتها بريطانيا، مصر كذلك. فلم يأخذ العرب شيئا، بل قسمت الشام وهي الآن في طور التقسيم الثاني، وقسمت بلاد المسلمين كلها، الجزيرة العربية، هذه إمارات وهذه بحرين لا إله إلا الله. ولا زلنا نجتر الآثار السلبية السيئة لهذا المكر الصليبي الذي لم يتفطن إليه المسلمون لحد الآن، إلا من انطلق في مواجهته معهم من عقيدتنا وديننا وفهمنا، وصلى الله على حبيبنا محمد.